Bonjour. Je suis avec Joey Jew. سهر كل شيء كي كل شيء كي يبغى يسهر. كيف سهر دبل عشرة ونص؟ لك سهر سهر مش 11 الزمن نسبي. الزمن نسبي سمين. مساء النور ملتحقين أصدقاء متتبعين. واش ديال الراديو أصاحبي؟ كيحضر معنا الغنيان التالي في إسرافيل المغربي في هذا الليلة الماجنة. نتمنى تكونوا لاباس عليكم بخير. إسرافيل مرحبا بك في لندن. الله يحفظك. المرة الثانية على التوالي. جزاك الله خير. النهار كامل ما شفتكش كنت فيه النهار. أنا ما عرفت فين كنت الله يرعاك والله وصلت. وكنت في الشتاء. والله فاش وصلت راه مزيان. ملي وصلتي بخير قلت مع ماكس وصل. لا وصلت. فين كتعكس شي حاجة؟ أنا غادي أنا كنت خدام وإسرافيل كان تلاقى مع واحد السيدة فتلاقينا دابا حنا راجعين للدار. قلت له أودي نديرو لايف في الطريق حسن حيت كنا كان من المقرر أننا نديرو لايف في الدار بعقلنا نتواصلو معاكم وكذا. ربما ربما دابا نوصلو نمشيو للدار نديرو لايف واحد آخر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. علاش قلتي الزمن النسبي؟ لا دابا الزمن النسبي دابا حيت نتا كيبان لك هو كلشي نسبي. واش الزمن عند الانسان هو نفسه الزمن عند كائن اخر؟ لا حيت دابا لا شتي تفرجت واحد الوثائقي كيسمعونا بعدا كاين صوت الاخوان. واش الصوت ما كاينش؟ قبل ما نهضر باش نهضر في هذا. الا كاين الصوت مزيان عطاونا شي اشاره. إسرافيل كيشرح لنا الفرق ما بين الانسان وكائن اخر بالنسبه للزمن. واش الزمن عندي انا هو نفس الزمن عند الكلب؟ يعني بالنسبه لي دابا انا دوزت نهار الا كان الكلب ناعس في الدار نهار واش كيحس بالنهار اللي دوزتو انا ولا لا؟ لا نفس التوقيت وفيت الزمن نسبي. دابا الدبانه الزمن عندها ماشي بحال ديالنا حنا. دابا الدبانه ما كتعيش بزاف فهمتي كتعيش غالبا ما كتفوتش عدة ايام. كاين نوع الدبان اللي كيعيش نهار واحد. كيعيش نهار واحد. دابا الدبانة فاش كتبغي تضربها انت كيبان ليه الزمن ثقيل كيبان ليه الزمن معطل. اذا انا قضية الزمن بالنسبة لنا حنا كبشر يعني الا بغيت نضرب دبانة مثلا كيبان ليها يدي مازال ما وصلتش كيبان ليها بعض الباطي. الزمن النسبي ماشي بحال الحال بحال الاخلاق بحال اي حاجة بحال اي حكم قيمة كيبان الزمن النسبي كيف صار المحدد ديال الاخلاق عند المجتمع؟ يقدر يكون محدد دابا محدد ديني يقدر يكون محدد علماني يقدر يكون اون فيت الاخلاق يعني نتاج ديال المحيط السوسيو ثقافي ديال المجتمع معين. مثلا ديك الفتره مشيت للطواليت غادي للطواليت هو يبان لي مكتوب فوق الطواليت انك خاصك تخلي الطواليت نقيه سي تان جيست سيتويان. كاين شعوب اللي ما عندهمش ثقافة ديال الطواليت اصلا بلا ما نذكروا السميه ديال الشعب تيديروا داكشي في الزنقه صاحبي. كاين وين قديم مثلا يعني. مثلا عوض ما تلقى مثلا مثلا في واحد المدينه تلقى كيف قلتي انت الطواليت نقيه كيف لقيتيها نقيه كاين كتلقى عند شعوب ممنوع مثلا انك تبول في الحيط مثلا. عرفت الفكره اللي كتبغي توصل ان فاش ان فاش بين الطواليت قالت لي ان انك تخلي الطواليت نقيه سي تان جيست سيتويان فهمتي انه جيست ديال المواطنه. ما كاينش ديك اللعبه ديال النظافه فهم الايمان انك طواليت بيبليك بيبليك وانك كتقاسم على الاخر دونك انت اخلاقيا ملزم انك تخليه نقي بلا ما تذكر ان ديك اللعيبه ديال انك تخليه نقي غتمشي مثلا للجنه ولا الله غادي يعطيك واحد الجزاء الى اخره. وفعلا فاش خلط الطواليت لقيتها نقيه يعني ان الواجب الاخلاقي هنا كيولي وازع انك ما توسخش الطواليت فهمتيني كيسميه كانت لامبيراتيف كاتيغوريك
ديني انك كتبغي انك ملي حتى انت كتدخل الطواري تلقى نقيه، كتبغي ان الاخر ملي يدخل الطواري تلقى نقيه. نعطيو شي مثال انقى احسن من الطواري. دابا لان دابا خاصني نطلعين الطوبيس فاش جبنا القضيه ديال ان الانسان مثلا عندنا حنا مثلا كعرب والمنطقه العربيه او كمسلمين المهم من ثقافه اسلاميه كنربطوا ديما الدين، كنربطوا الاخلاق بالدين، فهمتي؟ انك باش تكون انسان اخلاقي خاص تكون انسان متدين. مثلا فاش كيجي شي واحد دابا لوروب ولا شي لعبه تيقول لك فاش جا مثلا رفاعة الطهطاوي لوروب قال لك رايت مسلمين بدون اسلام. نعم، لان رفاعة الطهطاوي او الانسان اللي من ثقافه اسلاميه كيعتبر ان اي فعل جيد او اي فعل حسن او اي فعل راقي فهو بالضروره المصدر ديالو هو الدين. ليه؟ لانه هو انسان. هنا بغيت نسولك واحد السؤال، واش الدين اللي جاب الاخلاق او الاخلاق اللي جاب الدين؟ نو فيت الاخلاق سابق فيت. هذا الجواب على السؤال نقدر نقول لك ان بكل حزم ان مثلا الاخلاق هي اللي جاب الدين، باعتبار ان الاخلاق كطيحش من السماء. الاخلاق هي نتاج ديال التفاعلات. ولكن واحد المجتمع اللي مسلم غادي يقول لك انا كنستمد الاخلاق ديالي من الدين. ليه نتفق معاه. دابا قال لك انه كيستمد مثلا كيقول لك هذوك الناس متخلقين ناقصهم غير الدين مثلا. ماشي مشكل، ماشي مشكل انه تيقول لك ان الاخلاق مصدر هو الدين. ماشي مشكل، نقول لي عنده الصح، ولكن هو كيعتبر ان انه باني هذيك الاخلاق على واحد النص ديني. ماشي مشكل، ماشي مشكل. يعني كيفاش ان الاخلاق سابقه الدين مثلا في مجتمع متدين؟ هو فعلا الاخلاق تستمد شرعيتها من الدين، ولكن هذاك السيد اللي كيقول هذا الهضره هو يعتبر ان الدين مصدر سماوي والهي، في حين ان الدين هو مصدره هو ديك العلاقه اللي كتكون سوسيو ثقافيه في مرحله تاريخيه معينه في بقعه جغرافيه معينه، فهمتيني؟ غير هو كيعتبر ان هذاك الاخلاق وذاك النظام الاخلاقي نتاج ديال واحد الدين اللي جابت واحد القوه اللي مفارقه ولا قوه الهيه. ماشي مشكل هو يقول انه الدين هو مصدر الاخلاق. غير ملي كنديروا لا جينيالوجي ديال لا شوز ولا لاركيولوجي ديال لا شوز كنكتشفوا بان هذاك الدين اللي كيعتبر انه سماوي، ذاك الدين هو نتاج ديال ذاك المحيط السوسيو ثقافي اللي ظهر فيه في ديك المرحله تاريخيه معينه. ماشي نقول لك مثلا الاخلاق مثلا في اوروبا. دابا اللي كتشوف الاخلاق في اوروبا هي اخلاق واخا هي معلمانه، فهمتيني؟ ولكن عندها مصدر جوديو كريتيان، عندها مصدر مسيحي يهودي. فهمتيني؟ الاخلاق مثلا اللي سائده الان في اوروبا هي اخلاق ديال المصدر ديالها هو الدين اليهودي والمسيحي. غير ان مثلا فاش جاكانت وجا فلاسفة الانوار حيدوا مثلا الفكره ديال الاله ولا فكره الدين، واللي احتفظوا على نفس النسق الاخلاقي اللي كان في المسيحيه. جيني مثلا ديال انك ما ديرش الاخر داكشي اللي ما بغيتش انت يديروا ليك ولا الى اخره. حافظوا على نفس العباد، غير حيدوا الله وداروا الرسول الواجب الاخلاقي، فهمتيني؟ حيدوا ديك فكره الجزاء والثواب الى اخره، ودارها في الظروف بلاصه مثلا احترام القانون ولا اخره. ان الولاء، ان الخوف من يعني الاصل، يعني الاصل في الاخلاق انا مستمد من الدين اصلا. وي، ولكن الدين ليس باعتباره نتاجا او معطى مظلوم الشارع ولا ليس باعتباره معطى الهي، ولكن غادي نقراو اسئله الاخوان من بعد نخليو يصرفوا الفكره. الدين باعتباره نتاجا بشريا او نتاج ديال المجتمع معين، ونتاج ديال مجتمع معين في مرحله تاريخيه معينه. شنو نقول لك؟ دابا انت كتهضر كتقول لي راه كتبغي تعطي الاسبقيه للدين على الاخلاق، باقا ديك الفكره ديال دابا انا كنتكلم بلسان واحد المجموعه من الناس اللي غادي يقول لك اودي راه زين هو ماشي مشكل ان كيقول لك اودي مثلا الا تخليتي على ديرك ضروره تخلى الاخلاق. لا صح، انا بوا اون فيت انك مثلا تكون ملحد ولا تكون اغنوستيك ولا تكون ديز ولا اي شيء يعجب بحال اخر. ولكن اشنا نشوفوا يعني شنو اللي يقدر يوقع مثلا الا خرقتي القانون اللي متعارف عليه العرف عند المجتمع؟ الا خرقتي هذاك القانون من غير العقاب سواء ديال القانون او ديال المجتمع. مثلا واحد المجتمع عنده واحد القانون سائد سواء مستمد من الدين او سواء دولة علمانية او مثلا الخيانة. مثلا المغرب يعاقب على الخيانة، هنا ما كتعاقبش عليها مثلا. ولكن القتل جريمة في الاديان وفي القوانين،
لكن جينا نشوفوا مثلا الا قتلتي شي واحد ومن بعد شنو المشكل؟ هو دابا اللعيب اللي قلتي نتا دابا سموه انت قاري ديال يعني الاخوه كامارادو. لا لا غير اي انا نجي نضرب الدوره غنضرب الدوره. اه معليش فاش ايفان تيقول لك بما ان الله غير موجود فان كل شيء مباح. اي هذه النقطه اللي بغيت نتكلم فيها ان هنا ايفان ولا دوستوفسكي لا حتى دوكينز كان قال لك دار اشارات هنا في لون طوبيس طوبيس تماما قال لك ما قالش الله ما كاينش قال الله ربما ما كاينش دونك دير اللي بغيتي دونك ما تخافش اه دونك ما تخافش وهنا تخلق له مشكل كبير علاش دابا هو مثلا دوستوفسكي ملي تيهضر على لسان ايفان تيربط بين وجود الله والاخلاق بما ان الله دابا بحال دابا شي واحد تيقول لك دابا انت ملحد علاش ما تنعشش مع امك اي مثلا ما خصك ولا اه الصاد هذا اللي تيقول الهضره عنده مشكل اخلاقي خطير لان اللي حابسه انه اللي حابسه انه ما يديرش هاد اللعيبات هو الله في حين انك دير هاد اللعيبات سرنا فاليك الله واش كاين ولا ما كاينش لانه عمل غير اخلاقي عندك لانه لكان اصلا اللي حابسك انك تنعس مع امك واختك هو الله فهمتيني فراك انت اصلا عندك ديك النيه انك باغي تنعس معاه وهذا اللي حابسك هو هذا المشكل خاطر الانسان ماشي سوي في حين انك باش ما تنعش مع امك ولا مع اختك راه ما كتحتاجش ان يقول لك الله ولا يقول لك شي قوه مفارقه لك داكشي اصلا كاين في الطبيعه البشريه اذا هادشي بغيتي تقصد بان الاخلاق تبقى ديك اون فيت اون سون فو شكون اللي سابق غير بغيت نقول لك ان الاخلاق ديني اللي كتجي مصدرها سواء دين او انها اخلاق معلمانه او اخلاق وضعيه بوزيتيفيست ان اصلا المصدر هو واحد اللي هو طبيعة ماشي طبيعة هو ديك العلاقة هو المحيط السوسيو ثقافي اللي كان في بقعة جغرافية معينة أن الأخلاق ولا حتى مثلا المعتقدات الدينية المصدر ديالها ماشي سماوي المصدر ديالها أرضي ولكن بالنسبة للمؤمن غادي يختلف معك غادي يقول لك هو من حقه يختلف شنو هذاك فهمتي أنه يقول بأن مثلا أن الأخلاق مصدرها سماوي إلى آخره إلى آخره ماشي مشكل لان حتى فاش كنمشيو مثلا لاي قناص مقدس ان التفاعل بين السماوي والارضي تكون علاقه ديالكتيكيه فهمتي ما فاش كيجي حكم شرعي معين حتى كيكون عنده شي سبب على مستوى المجتمع فهمتي فاش كتنزل مثلا شي ايه ولا شي حاجه حتى كتكون شي حاجه الريحه هنا حتى كتكون شي حاجه قربنا نوصلوا لك بقى حنا طارغين هنايا فنهاري واحد المكتبه ان حتى كيكون عندها شي سبب ارضي فهمتيني عاد كتنزل آية معينة اللي كتقول فهمتيني يعني أن الوحي ما كاينش غير هكاك يعني أن كيكون ديما واحد لا غيزون اللي كتكون على مستوى المجتمع ولا على مستوى الواقع على مستوى الأرض عاد كتنزل ديك آية معينة حتى اللي مشينا في الطرح ديال أن الوحي المصدر ديالو إلهي غادي خصنا نعملو بهذيك الآية على كتولي شريعة يعني وفيت القران او اصلا ماشي كله شريعه كاين حتى 10% ديال الايات اللي هي لا حيت كاين مثلا سولتي الغالبيه الساحقه في المجتمعات اللي مسدينا الا عطيتيهم يصوتوا ما بين عارف ولا عطيتيهم يصوتوا ما بين قانون مدني وقانون سماوي غادي يقول لك اودي راه الدستور ديالنا هو القران لان القران ماشي غير كاين مثلا في زاد كيقول لك الاسلام سي نو با اون ريليجيون اصلا لأن يعني الريليجيون بالنسبة له هي التضرع والتعبد وإنما الإسلام بالنسبة له شريعة قانون ريحوا ليه قرأوا أسئلة ديال الإخوان الإشكال ديال شكون السابق واش الدين أو الأخلاق راه كل مجتمع عنده خصوصية وحسب أزمنة المجتمع العربي يستمد شرعية الأخلاق من سبب سماوي ميتافيزيقي بغيت الحصول على الحسنة بعض الحسنات ممكن مشكل بغيت نمشي نكمل في الشنطة اوكي يسرى في الايام شوية لا بصراحة الاخوان يسرى في الواحد الصديق زعما موسوعة لا بصراحة يا صديقي يقول سمعت ما ت ماشي في كامل القوى العقلية لا معليش مالي بالعكس ماشي في كامل القوى العقلية في هذيك اللي تهضرنا عليها ديك المرة ديال ان الوعي كيتزاد ملي كتكون كيتزادك واحد الوعي اللي كيكون عندك اصلا تماما بغيت نهضر عليك كتدخل في هاد الديمونسيون اللي
بعيد على الانسان اللي في كامل قواه العقليه بين معقوفه بين معقوفه بين معقوفه يعني دابا شي واحد اللي كيكون ساحي كيسحب ليه بان هذاك اللي ما ساحيش راه فقد واحد الجزء من الوعي ديالو، بينما هذاك اللي بين معقوفه سيد فقد واحد جزء من الوعي ديالو، راه كيشوف بان الناس الاخرين لا كيشوف بانه واعي اكثر من الناس الاخرين. ماشي كنقولوا واعي بمثقف، كنقصدوا واعي ومدرك الوعي انه مدرك للواقع كما هو فهمتيني، كيكون غير واحد ان هذاك اللي كيكون ساحي اش يقول لك؟ تيقول لك بان انا كنشوف لا شوز كوم سا هي، وهذاك اللي ما ساحيش مثلا كيشوف لا شوز بحال قلتي مشوه، بحال كيشوف شي سراب ولا شي لعبه، ولكن كيشوفها كحقيقه. هو كيسحب لي راسو بان داك الشيء كيشوف حقيقه، فهمتيني؟ ولكن هنا غادي نطرحوا السؤال، ماذا لو كانت الحقيقه ديال الواقع كما هو نسبيه؟ راه هي نسبيه. فاش كنا قبيله في ذاك المتحف الطبيعي شفت حيوانات وسولتك على لي ديمونسيون اللي كاينين في العالم، على ان الجسم كيف كنشوفو انا ماشي هو كيف كيشوفو واحد الحيوان مثلا. وي يعني واش هذا كيعني ان ان فعلا كاين بزاف ديال لي ديمونسيون؟ ماكاينش غير ثلاثه، فوالا ماكاينش ثلاثه، كاين فرق 23. المشكل دابا ان الكائن البشري ما كتلقى دابا كاع شي واحد لا ديني، فهمتيني؟ باش تسافيل ديما الدين لا 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 غنضرب الدور وغنجيب الفكره. معليش دابا شي واحد دابا لا دين ما تيامنش مثلا بوجود الله، غادي نسولهم واش نعاودو نكملو اللايف في الدار؟ غادي نكمل هذه النقطه هذه. معليش كنناقشو اكثر، وصلنا تقريبا لان دابا شي واحد لا ديني تيبقى حافظ على نفس ديك العلاقه ديال ان الوعي البشري فهمتيني يدرك الواقع كما هو، فهمتي؟ انك مثلا فاش كتشوف هذيك كتسمي فاش كيقول لك ديكارت ان العقل نور الهي وانه اعدل قسمه بين جميع البشر. هذا موقف، هذه هضره ميتافيزيقيه. علاش؟ لان صادق سعيد لك ما كاين حتى واحد، قلت لك ان الانسان ماشي واحد كيتفرج في الله وراه كيعيط لك، ماشي مشكل. معليش قلت لك ان الانسان تيبقى يعتقد ان بحال شي بوزل، انك فاش انك تدرك ملي كتدرك الواقع كتدركه بواحد الطريقه كيف كيبين لك بين العقل الدماغ البشري والواقع المادي، ديك العلاقه اللي كتكون بينه هي علاقه كيحددها واحد القوه ميتافيزيقيه متعاليه. هذه وجهه نظر المتدين وحتى داك اللاديني اللي باقي ما عرفش بان العقل البشري هو نتاج عمليه تطوريه عشوائيه. فهمتيني؟ وان المعرفه اللي كينتجها العقل البشري ليست معرفه يقينيه، فهمتيني؟ هي نسبيه، يعني باعتبار ان ما كاينش هناك قوه اخرى مفارقه هي اللي خلات ان العلاقه بين الوعي البشري والعالم المادي تكون علاقه سيغ 100%. فهمتيني؟ حنا كبشر ملي كندركوا الواقع كيف ما كنشوفوه هو كيبان لينا حنا كنعتبروا حقيقه مطلقه، في حين انه حقيقه مطلقه بالنسبه لينا حنا كبشر فقط سيتو. يعني اذا تحولتي دابا في هذه اللحظه هذه لو وصل العلم لواحد الدرجه انه قادر يمانيبيلي الادراك ديالك ويردو الادراك ديال مثلا نقولوا السبع، غادي تشوف واحد الجسم بشكل اخر، تشوف تقريبا يبان لك الوان اخرى ما كناش كنشوفوها حنا كبشر. يعني لا تداروا لك دابا العينين ديال واحد الكائن كيشوف بالليل كيقدر يشوف في الظلام، هو سيرتو وقت بليتو تقول ان اللي عطاوك الدماغ اللي عندنا ماشي العينين، الدماغ هي العين اللي تقل الصوره، اللي عطاوك الدماغ ديال شي كائن اخرى تبقى تشوف له. حسب علاش قلت العينين؟ باش نركز غير على الصوره ماشي على ماشي الادراك كامل، فهمتي؟ الادراك غادي يدخل هذيك النوسيون ديال الوقت اللي قلناها. وي على اي نعم، لان مثلا الكونيكسيون غادي تقطع هنا في تروش، ما عندناش الكونيكسيون. انا بغيت الاخوان نكملوا في الدار من بعد، ما كاين حتى شي مشكل. اسرافيل مازال معنا، يمكن غادي نكملوا لايف. اوكي ما نمسحش اللايف، ما بغاوش نمسح اللايف، ما كاين حتى شي مشكل. ونتلاقاو عما قريب اخواتي.